نحكي اليوم على ثقافة السب والشتم داخل مجلس نواب الشعب، نحكي وزادة كيف على الاعتصامات وطريقة الاعتصام داخل المجلس، خاصة هوني كيف نحكي على الاعتصام اللي قام به مؤخرا حزب عبير موسي السياسي، نحكي وزادة كيف على شعار الرابعة اللي رفعوا النائب راشد الخياري داخل مجلس نواب الشعب. نحن اليوم خرجنا للشارع التونسي، حبينا ناخذ رأي المواطن التونسي اليوم في صورة مجلس نواب الشعب كيفاش ولات. تابعونا. على الاعتصامات، منها اعتصام الحزب الدستوري الحر لعبير موسي وطريقة الاعتصام، نحكي على شعار الرابعة اللي رفعه النائب راشد الخياري، شنو تعليقك اليوم على صورة المجلس؟ والله نبدأ فيما يتعلق بالسب والشتم، هي ثقافة ولات بعد الثورة. علاش؟ لأنه الناس كانت كيما الإنسان تجوعوا تخليه مثلا ثلاثة أيام ولا أربعة أيام ما ياكلش وبعد تحطه قدام سفرة بتاع هارون رشيد، كيفاش تصوروا بشكل؟ الناس كانت ممنوعة حتى باش تعطس باش تقول الحمد لله. تو دانكو ولاو أحرار يتكلموا، دونك تخلقت هنا من الناس ما فهمتش كسافيدير الحرية بالحق، معنى الحرية بالضبط، خاطر الحرية سي احترام الغير، الحرية أن تعرف حدودك، هذا معنى الحرية، هو الحرية أن تعرف حد تاعك، هذه سي سافيدير الحرية. توا أنا مثلا نعطيك ليكزومبل تاع عبير موسي. عبير موسي يثبت عباد وعباد سبوه، أنا ما يهمنيش فيها لا في هذا ولا في ذاك. عبير موسي قالت دواعش، قالت خوانجية، قالت جرذان، قالت طوبش يجي نعال جرذان، قالت هذا الكل قالته، قالت سب هذا سياسي، هي هذا سب سياسي. ثم شكون ما عادش شكون سامحني يسمع المرأة هذيك اللي سبتها، سبتك سب اجتماعي، هاي شفاش تقول أنت توا؟ أنت لقيت عذر للروح قلت لها هذيك شتمة، شتيمة سياسية، هي خاطر شتيمة اجتماعي. مش هذا الحل، يا ثم شتيمة يا لا. وهو برلمان، مش هذه المشكلة فيه راهو. اليابان انا نوريك ناس تضرب بالتيكواندو في البرلمان في اليابان، مش هوني المشكل. المشكل باش نتعاونوا معاها الظاهره هذه. لازم نخلق قانون داخل البرلمان يضبط المشاكل من النوع هذه باش يقع باش توقع لها حد، ماهوش سي با نورمال تحتسم في برلمان. شو توقف لي شهريتي انا مثلا باغ اكزومبل، شو خاطر سبتك انت زايد ولا عم؟ من وين السياسي اللي يضحي واللي يتنازل واللي وين السياسي؟ كسافيدي سياسي هو انفان. الأحزاب هذه أقل مستوى من مستوى الشعب، الشعب أرقى وأعلى من هذا المستوى الهزيل اللي قاعدين نشوفه فيه. ثالث حاجة، النقطة الثالثة وهي الهامة والأهم والمؤكدة، البرلمان لابد من حله وسيحل البرلمان آجلا أم عاجلا. يعني أنت اليوم مع نظام رئاسي؟ أنا اليوم مع نظام رئاسي ولكن بقيادة الأستاذ قيس سعيد، يعني محسومة. الإشكال وين هو؟ احنا كانت عندنا مشكلة في الرئاسة. علاش احنا مشينا 3 ملايين انتخبنا السيد هذاك؟ شنو القناعات اللي في روسنا؟ قناعات اللي هو إنسان نظيف وإنسان هو اللي باش يسكر السبالة، المشكلة كبيرة سي فضيناها معناها. يعني تهنينا على الرئاسة. لهنا أنا نطالب بنظام رئاسي، ولا بد من حل البرلمان، ولا حاجة أنا لا بالأحزاب ولا بالنهضة ولا بالحزب ولا باليسار ولا باليمين، ما عادش يساعدنا، هذا نظام ماهيش متاعنا، ما تمشاش معنا. بالنسبة للبرلمان عمره ما يكون صالح للدول العربية. والله شيء أسف، شيء مؤلم، واحد يشوف المشهد هذا، المشهد هذا مش بيصنع حتى شيء. أنا ما نحبش نقول اسمها رئيس أنت الحزب الدستور، ما نحبش نقول اسمها، ولكن هي تعمل في شغب في عوض. هي شنو على التوجيه البرلمان على شنو؟ ما جاي على مشروع، هي على مشروع متاع التوانسة، شنو يلزمنا؟ شنو الاقتصاد؟ شنو اللي يلزمنا؟ المواطن شنو اللي يحب؟ تو جيت تعمل في شوشة شرعية، هذايا ماهوش معقول، والعالم كله قاعد يتفرج فينا. العالم كله قاعد يتفرج فينا، هذايا ماهوش معقول. أنت تحب تعمل اعتصام، ما تعملهاش في القبة تاع البرلمان. امشي اعملها لبرا، قدام المكتب نتاع الحزب اللي انت قمت عليه، ما تعملوش في البرلمان، هذا ماهوش معقول. ولكن ايش نقول انا؟ تو انا سمعت اليوم اللي هي تراجعت، هي اللي هي تراجعت على الاعتصام، ولكن هذا مشهد ما يليقش للتوانسه. يا ولادي
يا مسؤولين يا اللي في البرلمان، راهو التوانسه ما يحتاجش هدايا، التوانسه يحب شنو هو المشاكلنا، شنو يلزمنا، شنو هو الصحه، البطاله، ما نعرفش انا شنو يهم التونس، ما يهمناش العياط هذايا، وهذايا بربي انا نقول هذه رئيس الحزب، ونزيد نقول ما نحبش نقول اسمع بربي اهدى شويه وتعاونوا، راهو الشعب في حاجه لكم، شنو هو اللي يحب الشعب، شنو اللي بتخموا على الشعب؟ تو اللي انتخبوك باش تجيبش تعتصم في البرلمان. احنا ولات عندنا تجربه، البرلمان جاي باش يعطل الثوره، واحنا خاطر عندنا اصلاحات كبرى في البلاد، واول حاجه هي اصلاح التعليم. كي تصلح التعليم باش يتصلحوا جميع مؤسسات نتاع الدوله والمجتمع. به اليوم انا مانيش باش نقول لهم ما تعملش هذا ولا تعمل هذا، كانك من عبير موسى الباجي قد سبشي والطيب البكوش عملوا بالنشاط نتاعهم السياسي، عملوا جبهة انقاذ، طائفة موسعة باش وقفت الاستهتار والاغتيالات السياسية اللي كنا باش نمشيو في سيناريو نتاع حرب اهلية كما اللي صاير في ليبيا ولا في سوريا ولا في اليمن. به اليوم نطلب بالاخص من أعضاء البرلمان، راهو الشعب ما عادش بوهالي، وإلا نقص تجربة، راهي تكونت لنا تجربة في الفترة بعد 2011، وقادر باش ياخو زمام الأمور في يده. كما في يوم ما خرجنا البرلمان قلنا له باستا، وعملنا حكومة تكنوقراط وخرجنا حكومة العريض ومن معه، شكل في الشعب عطاهم فرصة، والفرصة هذه مش بتقعد شيك ممضي على بياض. فما مثل العربي يقول لك إذا رأيت أنياب الليث بارزة فلا تظن أن الليث يبتسم. تعليقك اليوم على شعار الرابعة اللي رفعه النائب راشد الخيري في المجلس. راشد الخيري العمل الرابعة حسب رأيي أنا ماهيش يقصد بها نتاع الدواعش، ولا هذيك رابعه نتاع الشيء اللي صار في مصر نتاع الثوره، العباد اللي ماتت والعباد اللي تعدت عليها بالدبابات، هذاك شنو اللي يقصد؟ ما يقصدش هذه نتاع الدواعش. واحد يرفع شعار الرابعه والاخر يرفع، كل واحد وفكره، لكن المشكله نتاعنا اليوم ماهيش مشكلتنا في الشعار نتاع رابعه ولا في شعار المنجل ولا في شعار القله ولا في مش هذا المشكل، المشكل اكبر بياسر من اللي قاعدين نشوفه فيه اليوم. سامحني، عباد قاعده تموت كل يوم، الحوادث والاكسيدونات والهموم والتزوير والفساد نتاع شنو هي كار لان تشد بعجله واحده تاخذ لافيزيت نتاعها باش ما يبرشوا هو بالفساد واللوبيات اللي الكل نعرفوها، ثم بالونات كبيره في عدة مجالات وفي عدة يعني الفساد مستشر في الإدارة كاملة. الإدارة سامحني اللي كان كل إدارة شهادة حزب، وأنا قضيتي مع الإدارة، وقت اللي ندخل الإدارة باش نقضي قضيتي، ولو باش نخرج ورقة ولا باش نخرج مضمون ولا باش مش عارف أنا، ملي يشوف وجهك يقراك، احنا رانا نقرب بعضنا، هذاك هو التونسي، يشوفك يعرفك اللي أنت تتبع فلان ولا تتبع فلان يعطلك، وهما صراعات معطف بعض، وشنو الغاية بتاعها؟ داخل البلاد في الفوضى، داخل البلاد في حرب أهلية، داخل البلاد وهذا اللي قاعد يصير. ثم برشا نواب في البرلمان تحكي لي عني، ثم نواب تدعو للفوضى، ثم نواب تدعو للتفرقه، ثم نواب يعني تدعو علنا تدعو للحرب الاهليه، موجود هذا في البرلمان. نشوف فيه هذا برلمان ما يمثلنيش بالنسبه لي. اللي هز شعار الرابعه هذا هو المخطط نتاعو، فما تهديد الامن الوطني الجزائري والامن الاقليمي في المنطقه هذه كل، اللي هز شعار الرابعه راهو ناوي على خنان داخل الجزائر، هذايا اللي احنا عايشينه وهذايا اللي احنا قاعدين نتبعوا فيه يوميا على الصحافه العالميه، لانه على حدود الجزائر ما يسمى من مالي للنيجر الى ليبيا الى موريتانيا الى المغرب الى تونس، فما ارهابيين تدور على الحدود نتاعها. هو علاش تعطيل البرلمان؟ اللي حب يعطل البرلمان رانا احنا فايقين وقاعدين نعطيهم في فرصتهم، وكي نعملوا اعتصام اخراج الناس هذوما من البرلمان نهبطوا واحنا عندنا يقين. بالنسبة فيما يتعلق بشعار الرابعة، أخي أشكو المطرقة والمنجل بتاع عبد الرحمن بن عوف ولا بتاع خالتي مباركة ولا بتاع جدي المطرقة والمنجل، هذا مشكو في استديوهات المطرقة ومنجل ويحطوا في الشيوعية في علامات تاع الشيوعية وبتاع ستالين وبتاع لينين، شو في ما علمهمش؟ هؤلاء أخي في مقر البرلمان حتى سيور جمال عبد الناصر، العالم مولود في 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 جندوبة جمال عبد الناصر، ولا ولد جلمة ولا ولد سيدي بوزيد جمال عبد الناصر، هاك حاطه في مقر انت الحزب بتاعك وتتباهى به،
اش بما انكم حتى حد وما قلتوا حتى شيء. هو هذا شعار يرمز لناس تحدد الانقلاب، الانقلاب ما معنى ضد خيار شعب، مبدا هي المساله، هي شعار مثل مبدا ما مثل الشخص. انتم عندكم الحق تنتميوا للتنظيمات الاخرين والناس الاخرى ليه؟ كيف سافا دير سي لا فان دو موند شعار رابعه، خليه حتى شعار خامسه وسادسه وسابعه وصافورا ليش باش يهز. هناك من يطالب اليوم بفك البرلمان والعوده الى نظام رئاسي، ما تعليقك؟ في نظام رئاسي خاطر كيف نرجعوا النظام الرئاسي ما عادش نحبوا نرجعوا النظام تاع قبل، ولا نتاع نظام دكتاتور هذايا ما عادش نحبوه احنا، نحبوا برلماني، ولكن اللي في البرلمان اللي احنا انتخبناهم يلزمهم يكونوا في المستوى ويخموا على تونس والشعب تونس وضربوا تونس، هذاك شنو نحبوا احنا هذاك، وربي يهديهم بحول الله تونس بحول الله من قدام، بربي كلمة بحول الله تونس راهو لاباس، الشعب واعي، شعبنا واعي وشعبنا ذكي، ذكي بحول الله تونس لاباس. أنا دارنا برلمان، والله لأخو منتخب نفس الحزب كما أخوه، ثلاث خوات نحن، حتى حد ما هو منتخب حزب كما أخوه، إخوة رانا من فرد بو أم، فما بالك برلمان تعمل نظام بقايا 2% عتبة، ماهوش نورمال. شنو 2% انا تاخو انت كرسي وانا عندي 2000 زايدين ما ناخذش كرسي. هذه نظام 2% هذا لازم يتنحى. او بيان مش يتنحى ما نقولش يتنحى، اما يترفع في شويه حتى 3% شويه بالنسبه لي انا، 5% سافا تعطيك قوتين تنجم تسير البلاد. هذه طريقه باش تضعف البلاد. النظام هذا الانتخابي صالح كان في المجلس التاسيسي باش يحط لك الماكسيموم من الالوان تاع تونس، يحط لك في المجلس التاسيسي باش ياسسوا لك دستور باش يكون فيه الالوان الكل الدستور ويراعي الالوان الكل. فالمجلس التاسيسي غير نظام الانتخابي، نظام الانتخابي مشكل مش البرلمان. الاشكال فما ناس تناور علينا تحب تخلق لنا سيتياسيون تاع ياس، معناها تحب تخلق لنا حاله نتاع نأيسوا من النظام البرلماني، ايش نرجعوا للنظام الاستبدادي، ايش نرجعوا للنظام الحزب الواحد. فما ناس تخلق واحنا قارين رانا، انا واحد من الناس مشيت عملت ستاج في سويسرا يا اخي، شبيه النظام البرلماني في سويسرا خايبه ولا في المانيا ولا في السويد؟ رانا عاملين استاجيات اختي، رانا ماناش نلعبوا. اللي قدامك هذايا مشى حتى الامم المتحده، عندي تصور مصور في سويسرا في الامم المتحده، سكو ماناش جبوره رانا ماناش جهال، سكو في حذروا رواحكم. الناس اللي تتامر علينا وتحب تخلق لنا حالات نتاع ياس ونرجعوا للنظام الحزب الواحد والنظام عسكري كما يقولوا كما عملوا الاستعمار. يا اخي الاستعمار مطالبنا بنظام برلماني في زمان عبد العزيز الثعالبي، علاش اسمه حزب الدستوري؟ الدستور اللي قدو خير الدين باشا، ما هو نعملوا انتفاضات وبعد يرجعونا للحكم العسكري، عندنا كل 10 سنين من 2014 تقع انتفاضه، يحذروا رواحهم هالزنوس هذوما اللي يعملوا في سيتياسيون دو بلوكاج الى انتفاضات، ما نقولكش هذه كل 10 سنين، مي بريس كل عام باش ترى انتفاضات.